حطيتي احد بهاي الخطوه؟ بسام اكيد قلت له اني اريد اتحجب، قال اي انا اعرف انت تريدين تتحجبين بس شمعنا هسه؟ قلت لها هي ماكو داعي انتظر بعد شكو. قال مو خاف ما يعني مثلا انت بعدين على مود شغلك تضوجين او هاي لو ديريد، هو دا يحكي هذا الحكي دا يريد يختبرني شوفني اني مقتنع بالموضوع صوت الضمير لا لا اي. قلت له لا ها هي ما عادي حتى لو شغلي ما عندي مشكله، يعني بالنسبه لي اللي ما يحب يشتغل وياي واني بهذا وضعي انا ما احب اصلا. شو كانت مخاوفك حول الحجاب؟ ابدا ما عندي مخاوف ابدا بالعكس. انت ذكرتي بالفيديو اللي سويتي واعلنتي بموضوع الحجاب انه ممكن بعد ما اشتغل او يقل شغلي، طبعا ايش قصدتي بهذا الموضوع؟ ها قصدت بهذا الموضوع، شوف اني مجال التلفزيون انا كلش احب التلفزيون، كلش احب الفن، كلش احب التمثيل، بس كنا نعرف انه شلون دا تصير الاعمال هسه واي اتجاه دا تروح، دا تروح باتجاه الشكل الغربي، باتجاه الشكل التركي، باتجاه بكل الاحوال اني هاي الادوار شخصيا بالنسبه لي وظروف عائلتي ما توالمني. يعني تتفهم علي ما توالمني يعني. حتى كاعلام يعني تعرفين انت انه الحجاب مو مفضل لاغلب القنوات. براحتهم. براحتهم، اني المكان اللي ما يتشرف بالحجاب اني همين ما اتشرف بيه، مع احترامي للناس الزينه على